هل يلتقي الزوجان في الآخرة وكذلك الأبناء والآباء هل يلتقون؟ قل الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل من بما كسب رهين. أخبر سبحانه وتعالى أن الله يجمع بين الآباء وأبنائهم الذين اتبعوهم بإيمان من أجل أن تقر أعين بعضهم ببعض. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دلت هذه الآية على أن الله يجمع الأحباب يوم القيامة من المؤمنين في الجنة تقر أعين بعضهم ببعض. نعم، جزاكم الله خيرا.